تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من حجز 3 قناطير أخرى من مادة الكيف المعالج مبلغ مالي يتجاوز 130 مليون سنتيم، توقيف 3 أشخاص خطرين ضالعين في القضية، من بينهم ابن البارون السابق المعروف بزنجبيل. في عملية أخرى تمكنت نفس الفرقة أي فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص ضالع في قضية ترويج المخدرات الصلبة أي الكوكايين وحجز 60 غرام من مادة الكوكايين، وإضافة إلى توقيف شخصين آخرين ضالعين في القضية. في عملية أخرى وتبعا لتفكيك جمعية أشرار ضالعة في قضايا سرقة وكذلك تزوير الهياكل السيارات التي مكنت من استرجاع في السابق 24 سيارة من مختلف المركبات، تمكنت مصالحنا لأمن ولاية وهران من استرجاع 7 سيارات أخرى، وهذا على مستوى سرقت على مستوى ولايات الغرب الجزائري.